على العقيد ركن السبع القدر وازياويتي وعلى الشقاق عن الجيش الاسد وعلى الضمام للجيش الحر بسبع الجرائم التي ارتكبها بشار الاسد ضد الانسانيه واعلن تشكيل كتيبة صخور جد الناس. انا الملازم خالد عبد الله وازياويتي. انا الملازم عبد الكريم عبد الباسط وازياويتي. انا الملازم محمد عبد اللطيف وازياويتي. انا الملازم محمد عبد السلام الدخام وازياويتي. انا الملازم احمد عبد الرحمن وازياويتي. عاش سوريا حرابية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان النظام الاسدي المجرم استفحل في قتل شعب سوريا ولم يميز بين صغير وكبير أو رجل وامرأة، وبما أن الأمة العربية وسكان الأرض قاطبة تقاعست عن نصرتنا، نحن زمرة من شعب سوريا لبسنا أكفاننا ونعلن عن تشكيل سريد صقور القلعة وانضمامنا إلى الجيش السوري الحر المغوار تحت جناح كتيبة صقور الغاب. الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر.